في تكريم وزارة الثقافة مش كده؟ ده بالظبط. مؤخرا. احكي لي بقى على كل التكريمات اللي حصلت عليها من آخر مرة شفناك فيها. يلا. هنتكلم عن تكريم وزارة وزير الثقافة. الثقافة أستاذ حلمي النمنم. الصاب ال بالظبط. ده ساعة لما اجتيازي لكورس الإنشاد الديني في الأول، وكوني بقيت أصغر منشد وكده، فدي شهادة بتثبت ده، وهو كرمني والحمد لله يعني، شكرا جدا، وأثنى على صوتي كمان. فغير كده بقى تكريمات تانية كانت من حفلات قلتها، غير كده كمان أنا لسه متكرم من شركة بوفو ستوديوز، دي أكبر شركة للكتب الصوتية مقروءة طبعا. بس حلو قوي، حلو جدا الكلام ده، ما شاء غير بقى الله. الحفلات يعني ايه لسه متألق في يعني. تكريمات جاية تانية ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقك اكتر يا رب. واكتر. يا رب.